السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية. نبدأ من صحيفة الأيام ونقرأ بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أشاد بدور المجلس الأعلى للبيئة، منوها جلالته بخطط ومشاريع وبرامج المجلس الأعلى للبيئة الهادفة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في المملكة. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصافرية أمس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، حيث قدم لجلالته إيجازا عن خطة مملكة البحرين لمكافحة ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر في المنطقة بصفة عامة. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج بأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية مواصلة تعزيز مسارات التطوير في المشاريع التنموية التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير البنية التحتية للكهرباء والماء. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله أمس بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بافتتاح المرحلة الثانية من محطة الدور 2 لإنتاج الكهرباء والماء الذي يمثل امتدادا لمشروع محطة الدور 1، لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواكبة المشروعات التنموية الجديدة لكافة المساعي الرامية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. نقرأ من صحيفة الوطن بأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد على أن التميز العلمي سمة رافقت أبناء البحرين منذ انطلاق المسيرة التعليمية في المملكة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع أمس بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين طلبة الدفعة 24 وأولياء أمورهم وأعضاء مجلس إدارة برنامج ولي العهد المنح الدراسية العالمية، حيث هنأ سموه الطلبة على ما قدموه من مستويات متقدمة خلال الامتحانات والمقابلات، منوها سموه بما شهده برنامج ولي العهد المنح الدراسية العالمية من تطوير متواصل منذ إنشائه. خطت الكاتبة طفل الخليفة مقالا في صحيفة أخبار الخليج حمل عنوان نفط، فإلى سطور المقال. النفط والغاز عنصران أساسيان يعتمد عليهما اقتصاد مملكة البحرين، لذلك فمن المهم الاهتمام بالاستثمار في مجالهما وتطويره والعناية بإنتاجهما وبالاستكشافات فيهما. وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطويره وضمان استدامته باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة أمام أبناء مملكة البحرين، ويعود أثره إيجاباً على تنمية مختلف القطاعات الحيوية. ننتقل لصحيفة أخبار الخليج ونطالع أنه أقر قرابة ثلثي أعضاء مجلس النواب أمس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، إذ وافق على الميزانية 29 نائبا في مقابل رفض 10 نواب، بعد أن شهدت جلسة المجلس أمس مناقشات حول الميزانية استمرت أكثر من 5 ساعات. من جهته أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة أن التوافقات التي تم التوصل إليها بين الوفدين الحكومي والبرلماني بشأن الميزانية العامة تصب أولا في صالح الالتزام ببرنامج التوازن المالي واستمرار الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
نطالع من صحيفة الوطن أن سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أكدت خلال ختام ترأس سعادتها للجنة الرئيسية ألف والتي تعنى بالمواضيع التقنية الهامة مثل الأنظمة الصحية والتغطية الصحية الشاملة والتأهب والاستجابة للطوارئ. وأعربت وزيرة الصحة عن تقديرها لانتخاب رئيس وفد مملكة البحرين لهذا المنصب الهام، حيث إنها المرة الأولى التي تشغل فيها المملكة هذا المنصب. وأكدت الوزيرة بأن هذا المنصب يسجل إنجازاً جديداً لمملكة البحرين، كما يجسد التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ البرامج والمبادرات التي من شأنها تطوير أداء النظم الصحية وتعزيز الأمن الصحي بمختلف دول العالم. أشارت صحيفة الوطن إلى أن سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أمنة الرميحي قالت خلال مداخلة لها حول المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين في جلسة مجلس النواب أمس أنه سيتم استكمال 720 وحدة سكنية في مدينة سلمان، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 65%، كما سيتم استكمال 626 شقة سكنية بلغت نسبة الإنجاز فيها 55%. وأضافت الوزيرة أن الوزارة تشرف على مشروع لإنشاء 432 شقة سكنية في الربع الأخير من هذا العام، كما أشارت إلى وجود مشاريع مستقبلية للسنوات القادمة منها في مدينة خليفة والرمل ومدينة عيسى. كتب الكاتب الصحفي محميد المحميد مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان الملفات الحيوية للمرحلة الوطنية، فإلى سطور المقال: الغذاء والماء والسياحة والطيران أربعة ملفات حيوية يجب أن تكون عنوان المرحلة الوطنية المقبلة وبالتعاون مع القطاع الخاص. لن تتمكن الدولة وحدها من تنفيذ الملفات الأربعة الحيوية، ولا ربما لن تتمكن مؤسسات القطاع الخاص كذلك من تلبية الاحتياجات وتحقيق التطلعات. تنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران مسألة ضرورية تكرر تأكيدها ضمن رؤى الحكومة الموقرة. ملفات حيوية للمرحلة الوطنية تستحق بناء جديد لهيكلية تنظيمية في كل المسارات من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة. إلى صحيفة البلاد، حيث أعلنت جمعية الصحفيين البحرينية عن فوز عيسى الشايجي برئاسة مجلس الإدارة للدورة الجديدة بالتزكية. من جهة أخرى، أعلنت الجمعية عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جمعية الصحفيين للدورة 2023-2025، حيث تقدم 12 مترشحا لعضوية مجلس الإدارة. وستعقد الجمعية العمومية اجتماعها الاعتيادي لتزكية الرئيس وانتخاب مجلس إدارة الجمعية يوم السبت المقبل. لفتت صحيفة الأيام إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أعلنت عن بدء تقديم خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق جسر للجانبين البحريني والسعودي من خلال استخدام بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل، تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي. وأشارت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إلى أن الخدمات الإلكترونية التي تضمن سهولة التنقل وعدم الوقوف للدفع تمثل أربعة خدمات: تتضمن خدمات الدفع الإلكترونية وخدمة تعريف الهوية بموجات الراديو وخدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة. نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة الصحة تشارك دول العالم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 من مايو من كل عام. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار لنزرع الغذاء وليس التبغ، وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات الهادفة لتسليط الضوء على أضرار استهلاك التبغ على صحة الإنسان والبيئة. وأكدت وزارة الصحة بهذه المناسبة على مواصلة الجهود وتحقيق الإنجازات في مجال
مكافحة التدخين والتبغ، حيث تجدد الالتزام بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من جهود جبارة والسعي إلى الحد من استهلاك التبغ ومساعدة المدخنين على الإقلاع عنها للحفاظ على أرواحهم وحمايتهم من الأمراض التي يسببها وتأمين حياة صحية خالية من الأمراض لجميع أفراد المجتمع. سمو الشيخ علي بن خليفة والمبادرات الإنسانية عنوان مقال نشرته صحيفة البلاد للكاتب أسامة الماجد، فإلى سطور المقال. مدرسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه هي النموذج الساطع في عمل الخير ونهج العطاء، ومملكة البحرين فخورة بسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي نهل من هذه المدرسة وصار يحتل العمل الخيري والتطوعي عنده منزلة مرموقة كونه يعكس واقعنا وتاريخنا وتقاليدنا. إنها قصة تروى وصفحة غنية من العمل الإنساني ستبقى على مر الأزمان وسينهل منها الأجيال القادمة. ننتقل إلى قراءة أخبار الصحف الخليجية والعربية والعالمية، ونقرأ من صحيفة الوطن الإماراتية أنه اختتمت فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 32، والتي نظمها مركز أبو ظبي للغة العربية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وشهدت الدورة التي تعد الأضخم في تاريخ المعرض من حيث المساحة وعدد المواقع الثقافية حضورا كبيرا وتفاعلا لافتا من الجمهور على مدار أيامها السبعة، كما وعكست فعاليات المعرض الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في عالم صناعة الكتاب وتعزيز حركة القراءة، حيث وجه رئيس دولة الإمارات بشراء كتب بقيمة 10 ملايين درهم لتوزيعها على المدارس في جميع أنحاء الإمارات. بقلم الأستاذ علي أبو الريش، استعرضت صحيفة الاتحاد الإماراتية مقالا له بعنوان معرض الكتاب يوارب الأبواب ولا يغلق النوافذ. نتابع المقال. 7 أيام مرت وسرت في الذاكرة أحلام يقظة كانت في أروقة المعرض، وعلى أرفف الأجنحة حلقت كتب ولمعت أسماء وشعت وجوه ببريق الفرح بعرس الكتاب. الحفل كان ثرياً بمخزون إماراتي أحياه شباب من هذا الوطن، واعتنوا بفعالياته ورعوا نشاطاته الثقافية بحرفية ومهنية عاليتين. 7 أيام كنا نحسبها 7 دقائق، لأننا في حضرة الكتاب كنا نجول في بساتين الكلمة وفي حضرة أرباب الكلمة والبوح الجميل. إن معرض الكتاب وارب الأبواب في انتظار موعد آخر في سنة قادمة، والمستقبل أكثر إشراقاً وأكثر خبرة ونضجاً في مجال إدارة معارض الكتب. شباب الإمارات يقودون مسيرة الثقافة بوعي وتقانة وانفتاح على الآخر وحب للكتاب، كونه الأيقونة التي من خلالها يرون روعة الحياة ورونق الوطن. قالت صحيفة الوطن السعودية أن الهيئة السعودية للفضاء أعلنت صباح اليوم نجاح مهمة رائدي الفضاء السعوديين ريان برناوي وعلي القرني بهبوط المركبة الفضائية التي تقلهما وطاقم المهمة AX2 بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية. وأوضحت الهيئة أن المركبة الفضائية هبطت بسلام منذ ساعات قليلة في مياه المحيط الأطلسي. أسلم أفراد الطاقم، أول صورة لكل أفراد الطاقم AX2، جميع سعداء وشيرين بأيديهم.
إلى صحيفة البيان الإماراتية، ونطالع أنه انطلق أمس الحوار الوطني العاشر للطموح المناخية تحت شعار تسريع وتيرة التحول إلى الصناعة الخضراء منخفضة الكربون بالتعاون مع شركة حديد الإمارات أركان في أبوظبي. وخلص الحوار الوطني بتعهد 28 شركة عاملة في القطاع الصناعي في الإمارات بتنفيذ أهداف خفض الانبعاثات الكربونية واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عمليات، وذلك قبيل استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الأطراف كوب 28 خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين، لتكون تلك الشركات الدفعة السادسة التي تنضم إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخيا، وبذلك يكون وصل إجمالي الشركات التي وقعت على التعهد حتى الآن 90 شركة من مختلف القطاعات. قالت صحيفة مكة السعودية إن الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين فعلت برنامج التطويف المركزي لموسم الحج والمعني بتقديم خدمة التطويف وخدمات توعوية ميدانية لضيوف الرحمن. وأوضح المدير العام للإدارة أحمد الدهاس أن البرنامج يقدم خدمات عدة لضيوف الرحمن، ومن أبرزها استقبالهم ومرافقتهم أثناء أدائهم طواف القدوم وتقديم خدمة التطويف والتوعية. ويشرف على تنفيذ هذا البرنامج 160 شابا سعوديا. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.